وتزامنا مشاهدينا مع ذكرى النكبة، ستعرض نهاية الأسبوع على خشبة مسرح الميدان في حيفا مسرحية التغريبة التي تتناول قضية النكبة الفلسطينية من خلال قصة طفلين. العمل مأخوذ عن شهادات موثقة من العام 48، ويندرج العمل ضمن المسرحيات التي تتطرق إلى قضية الذاكرة. بي بي سي قضت يوما كاملا مع فريق العمل واطلعت عن كثب على المراجعات والتدريبات. في هذه الأيام يجري وضع اللمسات الأخيرة على مسرحية التغريبة التي ستعرض على خشبة مسرح الميدان في مدينة حيفا تزامنا مع الذكرى 65 للنكبة. التغريبة تحكي قصة طفلين، أحمد ومريم، شقيقين من قرية صفوري التي كانت قائمة إلى جانب الناصرة في الجليل. قادتهما الأحداث الصعبة عام 48 للجوء. يسلك كل واحد منهما طريقا مختلفة إلى أن يلتقيا عند الحدود اللبنانية. والطريق إلى هناك شهدت الكثير من الأحداث والدراما على حد سواء. الإنتاج الجديد لمسرح الميدان يرتكز أساسا على شهادات موثقة عن العام 48 أعدها المخرج والممثل عامر حليحل العائد حديثا من بريطانيا حيث عمل هناك في مسرح رويال شكسبير. بالمسرح اليوم أنت شيء كتير بدائي، المسرح فن كتير بدائي، والمحل الوحيد اللي بيقدر يحارب عليه اليوم بالعالم بقلب الميديا الموجودة بالعالم، الإعلام الموجود بالعالم والسينما والتلفزيون، هو الحقيقة تبعته، هو أنه أنا قاعد على كرسي شايف إنسان لحم ودم وأنا لحم ودم وإحنا عم نمرق بنفس اللحظة بنفس الشيء. فهاي الحقيقة هي اللي كانت مهمة لإلي كمان من ناحية أنه كيف تجيب النكبة، أنه تجيب حقيقة الإشي. الشهادات المذكورة مأخوذة عن ملف تحت عنوان يا بلدنا ليش هجرتينا، صدر عن مركز المعلومات العربي للفنون الشعبية الجنا في لبنان، إضافة إلى نص قصيدة في زجاجة للشاعر الفلسطيني معين بسيسو. القائمون على هذا العمل الفني يرون أنه يندرج ضمن ما يعرف بمسرح الذاكرة، مسرح يرتكز أساسا على شهادات وروايات يتناقلها الناس من جيل إلى آخر. في هذه الآونة تحديدا هناك من يرى ضرورة لتوسيع هذا النوع من المسرح، خصوصا وأن الأعمال التي أنتجت في هذا الصدد على مدار السنوات الماضية كانت قليلة. يرى بعض النقاد أن حال المساهمات في التوثيق ليست كافية بسبب عدم وجود مشروع ثقافي يوحد هذه الأعمال تحت عنوان واحد، لكنهم وفي الوقت ذاته يؤكدون على أهمية المسرح في مثل هذه الحالات. يعني المسرح لا يقدم معرفة، المسرح دوره أن يستنفر، دوره أن يحرك الرأي العام من أجل البحث عن المعرفة، وبدون هاي الأداة، بدون هاي الأداة المحركة مش راح نروح إحنا نبحث. يعني بطبيعة الحال تولد أجيال ووقت عم بمر وفي ناس انشغالات بالحياة اليومية، فيأتي المسرح ويقول لهذا الإنسان الفلسطيني أو لغير الفلسطيني إنه أوكي أنت منشغل بحياتك اليومية، ولكن اعرف إنه في قضية ملحة أنت نسيانها، اذهب إليها. التغريبة لا تحكي عن توثيق لأحداث كبرى، لكنها مسرحية مبنية على التفاصيل الصغيرة، ولعل في عرضها في مدينة حيفا خصوصية كونها تعرض لجمهور يعتبره العمل جزءا من الرواية. من مدينة حيفا فراس خطيب، بي بي سي. وبتقرير فراس الخطيب ننهي هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، مزيد من الأخبار دائما على رأس الساعة.